أشهد. فين أنا؟ جاب لي الله بحيلك هين الرش. ولكن هين نصمك ما كان اسمع ولو. يا كلمة تخيل لي بسم الله الرحمن الرحيم. ياك ما هاد القاعة مسكونة بدوك الناس اللي ما تيذكروا، ولكن هادوك ما بينهم وما بين الرش والتصفيق غير التصرفيق والتمرميق، واللي عوجو يبقى هكاك. لا 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 لا، إذا كان عقلي ينفعني هاد القاعة ما تكون غير قاعة المؤامرات المؤتمرات اللي كيتلاقاو فيها غير الشخصيات الأبهات البارزة والفتيات النخوات القفزة. لا لا لا، إذا كان عقلي ينفعني هاد القاعة ما تكون غير قاعة ديال العراسات والحفلات، ولكن فينا هما التباصل اللواني والمعول ها والزرادي اللي منزلة فوق الميادي؟ ما كاينة. لا لا، هاد القاعة ما تكون غير قاعة ديال الاجتماعات ديال أحسب أصحاب النقابة والأحزاب والمجالس البلدية والقراوية وصحاب المقاومة والجيش التحرير. لا لا لا، ولكن فينا هما اللافتات والشعارات ها؟ اللافتات اللي عامرين بالكذوب والبهوت والصحاسح، ما كاينة. صافي، هاد القاعة عرفتها ديالاش؟ هاد القاعة اللي مظلمة هكا ومدلي منها هاد القنانب وفيها هذاك العش ديال الرتيلة، وهاد القنانب بحال لما كنديو التكستيل، ما تكون هاد القاعة غير ديال خوتنا الممثلين المسرحيين. خويا سي محمد، أمو الضو الله يخليك إلا ما شعل الضو، الله يشعلو بعدو كل ما يبغيني. أه فوالا، أنا المشاور محبا إخواني الشابات المغاربة، الشبان والشبات المغاربة، شو واش هاد الماركة العجيبة؟ أنا مشوار بيض واضح شفاف، رمز الامن والامان وشعار للسلم والسلام. انا اجد مسكين ادم العين، خذ مشوار قيا صعبه، انا انت وجهك وانت وجيبك ولا باش مصا. السلام عليكم، اش خبارك استاذ؟ بخير صاتي بان عمس. انا خذ مشوار مسحت معاك، ولا ما عندك الماء في الدار كانوا قاطعين عليك. انا مرحبا، خذ ديك بابي جينيك. نعماس مدام مساء الخير، اش اخباركم؟ السلام عليكم، مرحبا مرحبا مرحبا. انت
اش اخبارك؟ بخير. اهلا خويا صفا، بخير. مرحبا بك. مرحبا. السلام عليكم، انا لالا خوتي. مسحيد معانك. احيانا على فراق الحبيب شحال صعيب. انا اش كدير هنا في هذا المسرح مال ما الجمهور هذا؟ خود انا مسحيد معانك. العيدة تبكي شتا صاحبي. شد شد احترم هذا الجمهور هذا، ماشي فوضى هذا، راه بالصح. ايوا خذ هنا مسحيد، ايوا قلنا والو خذ المشوار. شوف اذا باقي لقيت هنايا غادي تاخذ الاجراءات اللي كيطلبها الموقف. خرج من المسرح. دغيا زعفان، دغيا تتقلق. هاكا صاحبي خذ مشوار وهنيا. يا سعيد المعلم. هضرنا باشي. أهلا بشار، كي داير؟ أهلا بشار، عزيز عليه يهضر في الظلام. أهلا بنادم، كي داير؟ كاع اللي سولتيه كي داير الحالة؟ كيقول لك الحالة مهلالة. واللي سولتيه كي داير الصحة؟ كيقول لك كلشي مرض بالكحه. واللي سولتيه كي دايره السياسه كيقول لك المطايفه على الكراسه. انا يا اخواني الشاب المغاربه، انا مشوار بيض واضح شفاف، رمز الامن والامان وشعار للسلم والسلام في هذا العالم. انا ميدامز ميسيو، انا خد اخويا. شكون قال؟ شكون قال خويا؟ واحد جوج ثلاثه. شكون قال؟ انا. كل واحد ياخذ مشوار ما فيها باس. رشلي راه داخل هنا غنشوفو نخرج بالسلامة. ويمسح دموعو. ما نخافوش. ها هو. هاي 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 هاي. مشوار بين انا اخواني مدام زيميسيو. تبارك الله تبارك الله، كل شيء قضيتي، بقى لك عار صح تمثل فيه. كامو راني هضرت مع مولاي عمارة وطلب دور غدو ورغدو باش يخدمك فان ضمينان. ما بغاش، قال لك مرتك معطوبة. واش بغيتيني ندير ليه؟ ودير لاباراي، دير لاباراي واسمع ليا اش غادي نقول لك ابو مشوى. حكايه قلتها ليه وعاودت لي على هذاك النهار المشؤوم اللي طلعتي في السنسور للسطح ديال العماره باش نشري الحوايج. هو يزلق بيك السنسور من السطح حتى لكب. زدت لحفيظ الله. ياك وما عاودتي شايلي حتى على قصه حياتك. ها من نهار خلاقيتي من كرش امك يا معالبك يا الاولى، يا زغرتات لي خالته في ودني، يا طردقات لي الطبل ديالك. يا ومن جمع هو هذه ما عاودتيهاش لي. شكون مرت مول العماره؟ مشات قدامها كايناش في الدار. واش غتعطيني خوك العامية هذا الراجل ولا لا؟ حتى يا قلت عليه وعاودت ليه، قلت ليه يا ودي راه ما جبدوها غير بالمشقه النفوس من السانسور، جبدوها كاع من الشتا وشهران مسكينه وهي في الكومه. ياك هي فاش زحفتي من رجلك بجوج على الله مرات الحبيبه. يا بغيت لك الحبه. ايوا حنا عند الله طلبي زهرك. واش غدير لاباراي وتسمع ليا اش غادي نقول لك ولا لا؟ وانت دير لاباراي يا سمايكا، دير لاباراي. البنكة؟ واش بينك انت وبين شي بنكة؟ لا لا اسمحي لي، انا ما غادي نخلي مرتي تخدم في فام دميناج في بنكة. هذاك النهار مسكينه واحد في فام دميناج في الجوج دخلوا عليها وقتلوها في البنكة وما لقاو كاع الفلوس. واش انا حمق نخلي مرتي تخدم في فام دميناج؟ صدعتينا. صافي صافي بس دعتينا واحد. قلت لا باراي كواك لا باراي بسم الله. والله انا اللي ما طلعت لي هاد لا باراي في ودني. كنت صحابي القضيه في لا باراي في الطبل ديال ودنيا، كون ركبت الدنيا شي طبل ديال قناوة ولا عيساوة. وكون دابا تنسمع مزيان ستيريو. هاي كون عرفت القضية كاينة في الزغاريت. والله ما نخرج من كرش امي حتى نبقى تما. عليها عليها خرجوك بشهادة قاعدة ورقة غير زايدة. يا ما تدخلك السوق ما تقضي لك خضرة. في هذا الزمان ما بقى ما يفرح. عندك الحق. زين هذا المسرح بعدا لوحدي
احلم فيه شويه. مره يحلم امبراطور، مره طاغيه، ولكن انا بغيت نكون مغني. اشنو؟ ياك بيتهوفن كان سمك وكان مغني، كون بقى حتى لدروكا وتشوفي الكليبات على الجهد. ميدام زي ميسيو، معكم الشاب عمار ستي مشوار، اللي تبوق حتى تبربق هواز لك تفوح مروز وطبيع حتى القمع، وما كان غير الاستجوابات على الجهد، في الراديو، في التلفزيون، في الفيديو، في الدي في دي، في السي في دي، في الري في دي، في الري في دي. لا 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 راجل عاد تجيب لا وهقلي الفرق بالمعقول. ايش لا؟ مدام ياك ما بغيتي المايل ديالي. المايل ديالي قيزي قيزي دبليو 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 ا دايره بقزيبة القرضاء. سميكا بوا سيمشوار بوا سيتكوم بوا سيتكوم بوا. تيست ايوا واحد جوج واحد جوج ايوا تيست تيست اندو اندو ايوا تيست واحد جوج واحد جوج. مدام ياك ما كنتي كتهضري معايا جاب الله بحال كنتي كتعيطي عليا. ايوا انا بغيت نعرف حاجه وحده. شناهي؟ حاجه وحده اللي بغيت نعرف اجابك اللي هنا. واش انا خاطري جراو عليا صحاب الوقت حتى لقيت راسي هنايا. واش ما بغيتيش تفرق عليك هاد المشاور ودير ما داروا الناس؟ اش داروا الناس يا قراو حتى حفاو وفي الاخر حرقوا وماتوا. يا دابا في نظرك انت البلاد كامله حرقت. ماشي كلشي، ولكن الخويا مساكن ما كرهوش تيتسناو غير لوجيبة. وانت مالي انا؟ عاجبك هاد العيشة؟ ها؟ كلشي زين، ما خايب غير المعقول. وفين هو هاد المعقول؟ روشيرشي وانتين. اسمع السي مشوار، هاد العيشة معاك طلعات لي قزح، الله يجعل شي بركة. واه واش عباد الله خمس سنين هادي وانا دايره طلب غير على كرسي متحرك غير باش ندبب ونببش عليه. يا داروا لي طل طل ورقب رقب. يا قلتي بلي شي جمعيه ديالتكم تكلفت به
قال لك اسيدي هذيك الشهاده الطبيه اللي دفع فيهم شحال هادي دامت وما بقات صالحه لوالو وخاصني ندير وحده اخرى جديده. ايه ايوا ديري وحده اخرى جديده شنو فيها؟ ايوا الطبيب ما بغاش. كيفاش ما بغاش وعلاش؟ هي قال لي خاصني نزيد نضعف شي شويه ومن جهه الكتاف. ياه ايه حيت قال لي هاد البيكيات هادو شوفوا لك لاص في الفورم ديالك. ها قال لي البيكيات شوفوا لك لاص في الفورم ديالك. واش هي هادي لاص في الفورم ديالك؟ هي خاصني ندير الريجيم. الريجيم هي الريجيم واللي غريب في هاد العيالات هما تيضلوا تيشكيو وتيغوطوا من الفقر والجوع والنفقه وتيغلطوا ما عرفش كي تيديروا ليها. اشوفه راه واخا عايشين عبد الخبز واتاي عندنا صحتنا والحمد لله. ايه الخبز واتاي. ايه نسيتي البيض وماطيش اللي تنجيب لك يا صاح شله ولا مال البيض والطماطيش سهلتيهم ولا لا؟ راه دوزو روبا هادو جوج ديال الوجبات وما تنصورهم حتى يغفر لي الله ما تقدم وتاخر من الذنوب وبعض المرات تنجيبهم من فم السبع. ومالك انت على هاد الكرسي المتحرك؟ خليهم تيصاوبوا لكم باش بدا تطلعوا بهم الطوبيسات والترينات ويصاوبوا لكم شي تاكسيات خاصين بكم غير نتوما. مالك على هاد السرعه؟ خليهم تيصاوبوا لكم العقابي في الادارات والشركات العموميه وشبه العموميه وديك الساعة أرى برع أرى الكراش والفكيات. وعلاش أنا اللي ما نخليهمش أنا حتى يكملوا لطوروت الأكادير؟ يا الله هاو يسايو من دوك المحطات ديال لادا، محطات لادا في الدخلة ومحطات لادا في الخرجة وما بين المحطة ومحطة محطة. تايديروا لنا المتروات في المدول الكبير. يا الله هاو يديروا لنا السكه ديال الماشينه من طنجه حتى للقويه. يا الله وديك الساعه ونشوف نشوف. هي هذيك مع 2010 غادي يعطيو كرسي متحرك الكترونيك. وانا سيدي هذا الكرسي غنخليه حتى يلحقوا عليا القبر. ها الا درتي هادي غتكوني عبرتي عليهم. نعبر عليهم؟ هذاك راه حقي. سمعتي حقي وحق كل مواطن. ماشي فين ما كانت شي جوخة كتجي كتدفع بينا وكتجمع على ظهرنا الفلوس وكتزيد خلفها مع الطريق. اسمع السي مشوار، انا هاد العيشة معاك طلعت ليا الزعاف. صلى على النبي بركة. جوج لاقاونا جوج يفرقون. شكون هما جوج لاقاونا جوج يفرقونا؟ سيادنا العدول ياك هما اللي جوجونا وهما اللي غادي يطلقونا ان شاء الله. عاد فهمت 50 50 لو دروا دو لا فام.
خلاص الناس على ما نجينا نصور الا بجيو معاهم اخوتيهم تجيهم مجموعين. اسيدي انا سمحت لك تجمل وما خلا، وحتى هذوك الوليدات اللي بيناتنا انا مسامحه لك فيهم، غير قد بيهم ابو شوار. تم ولا تحفر صفر وخذا تشوفوها شهلة ومن حلوسها وقبحة، ولكن حنينة وضريلي فاول طفا وكيبقوا فيها نص ضعفاء والفقراء والمساكين والجمعة الجمعة كتصور لهم كسعة ديال كسو بالحق بلا معادين بلا لحم ما كان الرحمة النخوان وصبع خضاري والبلين البلين 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 هاد مرتي طامو مراوش نورمال تلاقينا في السربيس في الصف وكانت كتبقى فيا مسكينه كنقول واه مراه مسكينه زحافه كتمحي مسكينه باش تطلع مع الدروج ديال الاداره وانا نقول في خاطري واه وزاره على قدها ما فكرت في مراه زحافه بلا وظيفة بلا حريفة على الأقل يفكروا في شي حاجة دري جيبة بوند عجيبة شي حاجة كانت كتبقى فيا مسكينة حتى وليت كنعاونها وكان ساعدها على الدروج ديال إدارة الوزارة وكنعاونها حتى على الهبوط ولكن حتى هي مسكينة كانت تتعاون معايا وقت ما عيطوا على شي سميه مع خويكم سمك وما كانش عندي ديك الساعه لا باراي كيتصحابوا عليا انا وكنقفز في الصف وتنقول حاضر نعم بريزون وكتقول لي هي جلس اسكت
ماشي عليك واش قاعد تزهر عندك؟ وبقينا شي 3 سنين وحنا على هاد الحال في الإدارة ديال الوزارة. حتى واحد النهار شفت فيها وهي تشوف فيا وهي تقول لي مالك تتشوف فيا؟ وانا نقول لها وشكون اللي قال لك تنشوف فيك كل ما شفتي فيا؟ شويه شويه وحنا نحسوا روسنا تنشوفوا بعضياتنا. فين جاي تشوفني؟ هذه دايزة عليك بلدية أحوال والله اللي متسين تنسين وزيد وتزور مهم حنا قدينا الغرار في 3 سنين داز الماس وانا نشوف فيها حتى انا وهي تسولني وانا نجاوبها وحتى انا سولتها وهي تجاوبني وحنا نطرقوا المزمار طاح الكحل في البيض وتزوجنا ودرنا الاولاد وباقي الملفات جاو النشاط ديال النوبه في اداره الوزراء الى يومنا هذا. ولدنا سلام وسليمه. قلنا نديروا عائله اسره يا حسره. ولكن اللي غريب في هذا الشيء كله هو انا اسمك ومرتي طامو أرجع وبنتي سليمة بكما وولدي سلام أعمى وهذا هو المشكل. كل مشكل عنده حل وكل حل عنده مشكلة. الحل ديال المشكل هو الفلوس هو الزوال هو الحبة هو سلام فين غبرتي عليها هاد المدة كلها؟ ما ساليت ما ساليتيش؟ كتجري لي على القرعة ولا؟ لا الوليد حلمتو شوف بغيت نقول لك زعماك حلمت حلمه نعست فيها يومين متتابعين وعام يومين كاع نعم الولي واخا اش حلمتي خير واش انا ما ولدي سلام بعد ما الوالدنا نعست بكري وفرشت المشاكل وتوست بالحظ السعيد وتغطيت بالاماني تما بدات الحلمه ها وبنت لك الحلمه واخا انت عمى بنت لي بلا قواد وبلا عكاز نعال الوليد نعست بدون نظافير نعم خياقات اش تقول حمزازات اش تقول دابا اش تحمز نعست بدون برقاقات يعني نعست بدون نظارات نظارات نعم الوليد واخا وليدي يا سلام واش حلمتي خير وسلام او يا سلام حلمت الوليد حلمت براسي في بلاد ما لي همتي وناسها عايشين في السعادة والهنا أبلا صداع بلا مشاكل عايشين تعيش معاشي والديمقراطية في كل شيء ياك لا انتهازية لا طبقية لا محسوبية لا زبونية بلا معاش
بلاد هالسير يسير كل شيء كيف كيف والقانون سيد موقف. الله 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 مزينا حلمة هذيك البلاد الوليد كل شيء كيتعامل بالحق والمنطق وبلا عملة شرعية غير بالكلام الزين واعطيني نعطيك عاد تاخذ لي رطيك ناخذ لي رزيني العمل الوليد في هذيك البلاد احنا شو ودي اسمك مثلا مثلا حدك تمام مثلا مثلا الوليد في هذيك البلاد اذا مشيتي عند شي كذاب شي كذاب كتقول لي صباح الخير صباح الخير وربح الكثير الكثير وحسن المصير حسن المصير الى ما عبر ليا ربعه ديال اللحم كيلو هضره ربعه كيلو ديال اللحم برا اييه وتا هو كيجاوبك وتيقول لك هي الاولى وبلا زياده في الميزان ولا في الهضره وعاود لينا هذه الجهه راه ماشي مجيتك هذه هذا الكذاب نعم الولي كيعطيك 4 كيلو ديال اللحم هبره هبره وتيقول لك عاود لينا هذه المجيه هذيك الحلمه اياه نعم الولي وتيعطيك اللحم فابور فابور بلا فلوس بليكي بليكي نعم الولي تيعطيك 4 كيلو ديال اللحم هبره بليكي بليكي ايوا كان عليك تبقى تما انا الجاي على انا الخاطري على انا الخاطري نبقى تما راه مولي راه يومين وانا في ديك الحلمه ما فيقتني امي غير بسطر ديال الماء خليني من امك خليني من امك قول لي يا ولدي سلام عاود لي على الخدمه الخدمه كامل عندهم تما الروج كامل عندهم الخدمه في هذيك الحلمه اللي حلمتها الوالد يا ولدي على الخدمه معتبره كل شيء سبحان الله راه غادي الخدام ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك ما كاين كل شيء خدام الله ما صلى عليك يا رسول الله كل شيء خدام الخدمه في هذيك البلاد معتبره سلوك وحضاره والمواطنين عندهم كي جاليزيو بلا ما يميزيو ها نعم الوليد هي ما عندهمش ها 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 اشنو زعما الضوابع؟ لا تنبر وتنبر الوليد عندو معاه مكركرة شتي تما في هذيك الإدارة تاع الوليد ما كتسمع غير مرحبا شريف مرحبا اتفضل معنا سيدي اش تشربو؟ اتفضل أنا لا الحاجة لاباس بخير كلشي بخير إلا كانت بعيدة عليك الإدارة ديالنا نديرو ليها الرويد نديوها حتى لحداها بداركم الله يجزيك بخير اتفضل أسيدي أسيدي اش حب الخاطر؟ بغيتي شي حاجة نقديوها دابا ياه والمواطن نعماس المواطن في هذيك البلاد حتى هو كيجاوب الموظف بكلمات لطاف السلام عليكم عليكم السلام الله يجزيك بخير بغيت نجلس هذه الوريقه اييه هي الاولى وكتكون واجده في دقيقه شنو في دقيقه نعم الوالي قول لي يا وليدي سلام كيف دايره الشوارع الادروبه ازقه كيف عاملين في هذيك البلاد الشوارع والدروبه والزناقي واسعه وعريضه الأرصفة نظيفة وجميلة الجرادي خضراء والزهور والورود كتحيي النظرة يا ولدي يا نظرة حي يدي قول لي وليدي سلام الله يرضي عليك قول لي كيف داير عندهم الحركة الرواج كيف عامل حتى الحركة هذيك الأخرى هذيك البلاد الوليد اللي سخن عليه من النهر راسو ما بغاش يخدم كتوقف عليه واحد لالا مولاتي ستافونيت شنو؟ هذيك اللي كيقولوا لا لا فاركيت شنو هذا؟ لا راف لا اقول فاركو هذيك هي؟ واحد فاركو قداش هي ومكتوب عليها الشغل والعمل لمحاربة الملل والكسل صافي ياه وكينزل منها واحد خينا عنده الراديو وطويل وعامر بوليسي لا ما كاينش جدارمي ما عنديش تما جدارمي كوميسير لا ما حلمتش ديفيزيونير ما كاينش تما ديفيزيونير ما كاينش كينزل من الوالد واحد خينا طويل وعامر تيقول لك هيا افينا هو اطلع لي ماك تخدم طلع تخدم ولا ما غاديش يعجبك الحال ياه نعم الوالد وإلا ما بغا يخدم شي اذا ما بغاش يخدم كيبقوا ليه تهمه منتف ممارسة الشماج العلني مع سبق الإصرار والترصد
صافي واخا وليدي سلام وباش يحكموا عليه ما كيحكموش هذيك الحل ما عندي هذاك راه مخطط انا ما عنديش مخطط ما كيحكموش الوليد الوليد فينك هو شتي هذيك الحلمة ما عندهمش الحباسات ها ما عندهمش عكاشات لا ما كايناش عكاشات تما تما ما كيحكموش عليك كيحكموا عليك بحاجه وحده شنو كيحكموا عليك اولا جلس الوليد جلس جلس شرب شي حاجه كيحكموا عليك بالراحه والتخمم والنعاس والمنضة طالعه الفلوس على اليمين وعلى الشمال لا بغيتي يخلصوا حتى بالفرن ولا الدولار ولا بالاورو يعطيو حيت ما عندهم الفلوس ما عندك ما دير بها الوليد تم كاع ما كيدوزو مع الشيطان كاين عليك تبقى تما لا شيء مع الشيطان راه غير شوف راه غير خير وسلام غا حلم الوالد غا حلم ومن قال من قال هاد الحلمه غتقول لي حقيقه وجيب لي غير شي ربعه ديال اللحمه انا ديك الزازار ندير بها شي مريقه على خاطري على خاطري راه مراتك اللي هي طامو اللي هي امي جداتها معايا بالتصفيقه حطاتها مني الفيقه وزيدون هنايا اذا ما عليتيش على كتابك والله لا كليتي ديك المريقه الوليد وليد ادوز بخير خليك ليك الراحه شوف اذا سوي عليا شي واحد انا راجع انا راجع من النعس غادي نعاد النعس باش نحلم اولا ما نفيق حتى نترسم مالك تسلطي عليا النهار هذا اش كدير هنا اش باغي كدير؟ شنو كاين ياك لاباس؟ ومالك واش بان لك ما عندي ما ندير جيتي تسلطي علينا على هذا الناس شديت هذا المسرح داكشي باش ما كاين المسرحية غادي تبدا مسرحية؟ شوف جامع هذه المسرحية اسمع راني عيط لمالي الوقت ودابا غادي نبرها لك على اننا عيط راه العام صافي لا صافي راه مالي الوقت هما اللي جراو عليا حتى لقيت راسي هنا شوية شوية ولات تبعتني مرتي طامو وتبعني ولدي سلام ومن قلب لي حتى بنتي سليمه غادي حتى هي شو الو احترامات بسم الله الرحمن الرحيم الرباط في 30 ابريل 2005 من مدير المسرح الى المفتش العام السيد الرعده الموضوع طلب تدخل نعم تدخل يشرفني ويسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن المسرحيين العاملين هنا أن أخبركم أن المسرح دخل إليه الدخلاء فاحتلوه وأساءوا إلى الجمهور الجميل الموجود هنا ولهذا يشرفني ويسعدني أن أطلب تدخلكم السريع لا مازال ما ساليت نعم سيطرح لك النقاط وتفضل السيد المفتش العام بقبول ازكى عبارات تقديرنا واحترامنا امضاء مدير المسرح الحاج عمر بوكسا حاج عمر بوكسا الله يرحم لك الرقه والجاسة اش عمر بوكسا اشتري عندي يا باغي تشوف امها الله يهديك اشتري قلت لك
ها هي مرتي جات مزيان. لا قلت لك راه غادي يجي مزيان. ها هو غادي يجي ويجمعوكم كامل. صافي 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 خرج من المسرح سي بوكسا. راه غنمشي غير معاها وخرج. الله يجيك سي بوكسا. هاكا باقي هنا غادي تشوف معاها وخرج. واه يا راه طيب يا راه طيب يا ما شحال فيكم ديال الصداع شحال فيكم ديال المشاكل سي بوكسا. هاتي سي بوكسا. هاتي يكون بوكسا ولا يكون بشعرو سوالي. أسيدي شوف لي حل مع هذه بنتك. بنتي؟ إيه بنتك. بنتي سليمة. بنتك سليمة. ها لقطيطة ديالي. إيه لقطيطة ديالي. ها لقطيطة ديالي أش دارت؟ قالت لك أسيدي هي مالها. أش دارت لينا؟ قالت لك أسيدي ياك ما شفناها بك ما وقلنا عليها غشمة. وقالت لك أسيدي إيوا جمعوا راسكم أنا سليمة الزيزونة اللي موضة روينة في المدينة. ايه هذه بنت سليمه. ايه بنتك سليمه القطيطه ديالك اللي قالت لك هادشي. ايه اللي قالت لي هادشي وقالت لك اسيدي نزيدك حاجه اخرى. الله يعطيك قالت لك عندكم تشوفوني مثبته ومحصنه وبقيتوا ديروني تحت الصباط. هذه سليمه. ايه سليمه هذا شيء. كاين القصه ديالي بغيت تقول لي شي حاجه. ابد هاني يا بنيتي. ابد ها ابد ايه ابد ايه ابد تقديو ايه ابد فركسي ابد ها كبرتي صافي الله يجعل بركه. ابد ايه ابد 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 ها ابد ابد طوبيس ابد ايه ابد اتعب ابد ايه ابد ابد ضرب 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 ايوا ضرب 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 ايه ايوا أبد 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 اش كاين القصيطه ديالي؟ ابد اش كاين؟ ابد 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 بعدا ابد 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 قولي ابد ايه ابد
أبت أنت تجوجي الله يجيب الصحة والسلامة. أبت دارت الوقتين. أبت 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 مساعدو أبت إيوا أبت كاع أبي 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 نشاط في الدار نشاط بدي الولاد اشي بدا تجي وشغل فيها خلا تشوف مستقبلها لا ايوا شوف خلا تشوف مستقبلها ايه انت ما قلتي عيب ايوا شوف لا لا تشوف مستقبلها ايوه. الا مستقبل زين تبارك الله عندك في هذه العائله مستقبل زين ها تصور معايا دابا تهسي بشوار خدام في قسم الارشادات ولا في الشاندار ها تصوري معايا دابا ترمونتيا تكوني بوليسيه وبدا يجري على الشفاره والقتله والقتاتعيه هي هي ولنا سلام يخدم شيفور ديال طاكسي ولا طوموبيل ولا كار ولا طوموبيل سلام اش الله ولا مالو على هاد الشوفور جاونا اللي بعينيهم دايرين التاوي ياك ما كان غير الطحين استاندري وبابس ماما ابت مالا ابت ابت بوليسيا وبابس ابت سلام ابت كل شي فوق هذا بي اي ابت نسينا ابت ابت اجي ابني تجي اجي القصد اجي حدا وبابس اجي ابت ترى القصد ديالي انا اختك عليا ابت انت راه غادي ندير لك واحد الخدمه غادي تواتيك مزيان ابت ابت اشنو نظرك ابات 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 شي محاميه مجهده ابات 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 ما عجبتش محاميه ابات 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 واخا واخا ما عجبتش محاميه واخا هي هي واش بغيتي تكون يا بنيتي اش عاجبك ابات هي بطاط تعالي قولي لي ابدا تعالي ابدا سيدي عادي ما تخشميش ابدا قولي لي قولي لي يا بنيتي ابدا 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 أبت 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 طبو بحكينا معك طبو داك الشي اللي بقى لك يا بنيتي طبو طبو ربي ربي هذا واش قالت لك بيجي اش بغيت تقول لها بيجي هاد يا ويلي وضعك شو وضعك شو وضعك شو وضعك انا ما طامو هادي ما فهمتهاش ما فهمتيهاش والله ما فهمتها وهذا باش شويه كنت كتفهم هذاك الشيء راه فهمتو هادشي ما فهمتيش يا ويلي يا ويلي وما تعرفش وما تعرفش وما تعرفش واش فهمتي واش فهمتي ولا ما فهمتيش قالت لي بغات تبدا دير داك الشيء التعاليق على الرياضه وشنو فيها على قائمه في العشاء احسن من بنتي انا ولا اشوفوا انا راهي الا بقيت مقابلاكم راه غادي الحماق غادي نتسطى ما فيهاش زيدي قدامي
قلت لك سيدي قدامي. هبط هبط تحركي سيدي قدامي. هبط هبط هبط. واش غاد سيدي قدامي ولا لا؟ هبط هبط. واش غاد تحركي ولا لا؟ هبط هبط. يلا 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 سيدي قدامي. أنا اللي غادي نحماق غير أنا زغرتت لي خالتي في الدنيا وسماكيت ومرتي طامو زلق بها السنسور وزحفت بمرة وولدي سلام غلطوا لي في النظر من اللي كان صغير وبنتي سليمة تقبات لسانها في العيد الكبير بالقطيف ديال الزنان مع القطيب مصدي خماش ليها لسانها وصدقنا في عملية في الحقيقة عندها الحق زنزون حسن ما بقى ما يتقال ما بقى ما يتشاف ما بقى ما يتسمع عندها الحق بلادم ما يهضر في البورطابل ما تجي مكالمة يلا يبدا تيصيفط غير لي ميساج اخواني الجمهور الكريم اسمحوا لي اذا كثرت عليكم اسمحوا لي اذا بديت نخوي عليكم مشاكلي ومشاكل عائلتي في الحق ما سخيت شي بكم ولكن نخليكم تفرجوا في المسرحيه علاش جيتو عقل ما سخيت شي بكم ولكن السلام عليكم. وقف حقيقة ما سخيت شي بكم. وقف علي وقف تبقى هنا وقف بابا خويا والولي أمادو استنى تبقى هنا ياكنا عاوتاني حلمتي ربحتي شي ربحة في نصيب الوطن لا الوالد هاد الخطرة ما حلمت ما والو جايب لك خبر مهم خبر مهم؟ نعم الوالد شنو هو الخبر المهم؟ ها هو الجورنال ها هو جورنال قولي يا فين هو هذا الخبر المهم؟ ها؟ راه عندك في الجريدة عندي في الجريدة؟ راه طرا ليك راه اسمع قلتي لي بأنه حلمتي حلمة والكزار عطاك 4 كيلو جيل لحمة هبرة قلنا ما كاين الباس
ولكن أولدي باش تقرا لي الجورنال هادي لا ما نقبلها شي منك. أنت مالك هذا الوالد عادي مازربان؟ راه قال لك واحد المثل، لا تصرع يا أبي نحن في عطلة. الوالد دابا أنت عارف بأن راه مي طامو كتفاهم مع أختي سليمة. هي هادي كاينة. ها وشتي راحت أختي سليمة هي اللي قرات الجورنال على مي طامو. هاكا أمي طامو قرات عليا أنا الجورنال. سليمة قرات الجورنال؟ ها؟ ياك سليمة زوزونة؟ وييه الوليد راه واخا زيزونة قرات على أمي الجورنال غير بالإشارة. هاكا فهمتي؟ هاكا هي دابا سليمة زوزونة قرات الجورنال على طابور هرجة، وطابور هرجة خرج الجرنان على سلام الحمى، وسلام الحمى بيخرج الجرنان على بواه السيد شوار سمايكا. وأنا مقرالك الجرنان الوليد. ها؟ أنا مقرالك الجرنان. قرالي الجرنان؟ أيه واخا أنا مقرالك الجرنان. أنا واحد هنايها الوليد. هنايها؟ أيه حيت قال لك واحد المثال أربط صيب ما تسيب. أربط؟ صيب ما تسيب. إوا أربط. أنا غنربط. باش تسيب ما تسيب. بمشوار؟ على واحد المشوار. مشوار؟ ها هو؟ سي مشوار؟ نعم. على الجورنال؟ على المشوار؟ أنا غادي نقرا لك. اقرا لي. أولا السياسة ما عندنا ما نديرو بها. أرا نشوفو الصفحة العلمية. ها هي. الصفحة العلمية؟ واسمع القراية الوليد، اسمع. أجريت عملية قيصرية. قيصرية ديال الدبلة ديال الصباط. ولا الوليد قيصرية هي زعماك سيزاريان. سيزاريان؟ أيه. شنو زعما سيزاريان؟ اسمع نكمل لك. اسمع عملية بالفتيح هي سيزاريان. قول لي هذه شي مرأة مسكينة ولدت بالفتيح. ولا وعدتني تنقرا لك. شوف 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 مزيان شوف. اسمع شوف شوف. أجريت عملية قيصرية لسلحفات حامل وتكلمت بالنجاح. شتي؟ شنو؟ شتي؟ شنو هي؟ ما فهمتش. سلحفات. شنو هي سلحفات؟ داروا لها عملية ونجحت. سلحفات شنو هي؟ زعماك الوليد سلحفات هي في كورونا. سبحان الله. إيه هتا شوف. سلحفات. إيه شوف هتا. في كورونا. في كورونا. مرتلو في كورونا. هادي اللي ولدو الفكرن. نعم الوالد. ياه وقول لي يا ولدي اسلام هاد السلحفات الفكرونة مرت الفكرون اللي ولدو الفكرن مالها؟ ولدت في الكلينيك ولا في السبيطار الحومة؟ وعلاش كتسول؟ راه انت السبيطار الحومة عندنا واحد السيد مسكين ضربات واحد الشوفه في صبع ديال رجليه. ايوا ومشى باش يحيدو عليه. ايوا شويه شويه تطلعوا عليه شويه وما يقطعوا ليه رجليه. يا سلام. شويه شويه هو مات. ايوه دام ولا ما نمتو. اي داز واحد الشهران هو يصيفطوا لمرضو فاكتوره ديال مصاريف العلاج. هاكا وليا اولي اسلام. نعم الوالد. دابا هاد السلحفات هاد الفكرونه مرت الفكرون اللي ولدوا الفكارن مالهم؟ خلصوا عليها والدي شي حاجه. لا اكذب على الله حرام. لا جابوا لها شهادة الاحتياج. شهادة الاحتياج منين؟ منين جابوها؟ جابوها من المقاطعة ديال حديقة الحيوان والرفق الحيوانات. واش دابا باغي تسطع عليا الوليد؟ واش حنا دابا كنتفلاو؟ واش بغيتيني نقرا لك الخبر؟ إيه؟ إوا تسنط الوليد، راه ما كنتمازحوش. واخا وليدي قرا لي. اسمع الخبر المهم. إيه؟ اسمع الخبر المهم. تبع معايا؟ تبع معاك. واخا بلاتي.
هي؟ نعم. هذيك الصفحة اللي قلبتي علاش؟ هادي؟ لا ما عندها باش تفيدك. وشكون اللي قال لك ما عندها باش تفيدني؟ حيت غير ديال الرياضة. ولا ما الرياضة؟ ما إذا فيها سلطة. ها هي الوليد، ها هي. اسمع اسمع. قول. اسمع الوليد، اسمع الوليد، اسمع. هذا إعلان عن السكن للقاطنين بحي الكريان علينا. هذا خبر مهم. شتيه هو هذا الوليد؟ شوف هذا خبر مهم. شتيه هنا؟ فين هنا؟ هنا عند السوق. إيه. هنا ها هو شتيه؟ فين هو؟ ها هو الإعلان. فين هو وليد؟ بلاتي بلاتي، لا ها هو. ها هو، نكمل لك. بلاتي، ها هو. زين؟ ها هو. بلاتي لا. لا. ها هو. هنا. شتيه؟ إيه. ها هو ها هو ها هو. ها هو ذاك. ديرينو قبله، ديرينو قبله الوليد. ديرينو قبله؟ ها قبله قبله زعما تزيد قبله. ها هو، شاشي تما الوليد. زيد. اسمع اسمع. قول. اسمع. اسمع اسمع القرايه كي دايره الوليد. اسمع. قول اوليدي الله يرضي عليك. لقد خصصت الدولة عمارات شامخة وشاهقة وغاصة ومزدحمة لسكان الكريان. أول جاي سلام. نعم الوليد. آخر شتي بيست. أرجع للسطر يا بني. زيد زيد. هاكا سمعي هاكا سمعي. أرى المدري حتى هنا. هاكا سمعي هاكا. هنا. 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 تما رجع للسطر يا بني. واسمع يا اللي ما عندك باش. اسمع الإعلان. اسمع يا اللي ما عندك باش. البط ما قداش. إيه. اسمعوا يا السامعين البط ما قداش. أرى نشوفوا المساحة. المساحة. ما لقيتيهاش. بلاتي ها هي. ها هي ها هي. شحال عليها فوق. كم عبر الوليد؟ كم عبر المساحة؟ كم عبر؟ ها هي شحال فيها وليدي؟ ها المساحة، شوف فين ديري لها، شوف ها المساحة تاع البرطمة، شوف البرطمة المساحة ديالها الوليد 18 متر مربع. 18 متر مربع. كاري كاري 18 متر. هذاك قد هذاك هذاك الشقة بدها تكون في التلال. هذاك تيكون فيه البول. تيكون فيه البول. هذاك الوليد. ولكن فيني وفينك اوليدي واش انا بيت نسكن ولا بيت نشد بلانتي؟ الوليد راه مازال ما كملتش ليك. خليني نكمل ليك. ايه. اجي تشوف البصالة. قول. شوف البصالة قداش شوف. فيها سيدي قال لك فيها شحال؟ فيها سويلين. ها؟ سويلين. سويلين؟ صالون صغيور. ها؟ فيها صالون صغيور. أقول بيت الضياف. لا ماشي الضياف بزاف. واحد ويجي محلي. عن بيرسون. عن بيرسون. واحد صغيور صالون. فيها عاوتاني فيها جوج بويتات. جوج؟ بويت حدا بويت. ديال ان بيرسون ان بيرسون. هذاك ديال ان بيرسون ان بيرسون صغيوري. ياه بلاتي نشوف نشوف الكمالة. ما هي؟ ها هي الكمالة. فين هي؟ ها هي. شادي فيها كوي. اش بغيت نكوي؟ ما غاتكويش. ها فيها كويزينة صغيورة. كويزينة؟ اي زعما ك مطبخ الوالي. قولوا كشينة. هادي كشينة. هي واش بدا تفلع عليا ولا اش قال لك راسك؟ نعم الوالد. ها؟ نعم. واش قال لك انا باقي صغيور ولا اش بدا تفلع عليا ولا؟ راه داك الشيء اللي في اعلان الوالد انا قلته لك. قلتيه ليا؟ نعم الوالد. الوالد عرفتي؟ انا ما كنتمسك شيء. الله يخليك الوالد انا اعلان انا قريته لك. قريته عليا امي طامو، قريته عليك الوالد. لا داعي للقلق. الوليد الوليد الناس كتضحك. احترم راسك. احترم تحترم. انا ما كنت مزحش معك الوليد. وزيدون اما زعما كملتش ليك الاعلان. نكمل انا كملتي. الوليد لقد وصل السيد الزبا. الوليد اسمح لي اسمح لي الوليد انا ما كنت مزح معك شيء.
زيدوا الإعلام هو قدامك خرع على بغيتي تقرا واه اش في الإعلام ها وليد شوف لقد وصل السيل الزبع يعني وليد ها شوف راه قال لك مع تسهيلات في الأداء تسهيلات في ماذا؟ مع تسهيلات في الأداء الوليد تسهيلات في الأداء نعم الوليد اش في الأداء كاين شي أداء قدك الوليد احترم تحترم يلا دق اسمع الوليد ها وبدون تسبيق شنو؟ السكن اسكن مرتاح وانا مالي انا مالي الوليد خرج فهد نعم الوليد سير سير ايوا احترم شوف سوف انسحب سوف انسحب اسمح لي الوليد سوف انسحب تمن الكلاب تمن الشراء راك تسكن وحدك تسول في باب الهيمارات ودي تاولي التسبيق وتشجيل والتحفيظ ضريبة مضافة ما كان هي ضريبة على ضريبة وشكون يحد الباس لا تلوموني في هاد السكنه يا هاد الناس انا اللي جاني غريب هو هاد الناس يرخصوا لصحاب الشكاير والمرايا باش يبنيو عماره في بلاصه الفيلات وحنا تيحرقوا لنا البريك وتيخرجونا خارج المدينه ها وحقرين عندنا بهذوك الامثله ديال يا جوره في الحيط حصلنا جوهره في الخيط بنيو علي وسيرو خلي انت ما غادي تمشي شاي ما غادي تخليش هاد البناء العشوائي ممنوع لنا رحنا ولا زعما ما يديروش معنا حتى حنا المزيان ها ويخليونا حتى حنا نبنيو عمارات ديال البراد ونبنيوهم حتى حنا بالقسطير كونوا ستة طبقات ولا ثمانية طبقات ولا اللي كان بركة فوق بركة فوق بركة فوق بركة فوق بركة ها وحتى حنا نديرو البنكة وكونت في البنكة والفيلا وطوموبيلا شي بنية تكون جميلة والدراري يمشيو للشكويلة خوتي والله علمي لا طولت عليكم ياك في الحقيقة نخليكم تفرجوا المسرحية على خاطركم ياك الحقيقة ما سخيتش بكم ولكن هذا الجيز نمشيو نخليكم الحقيقة هذه المسرحية خلي الواحد يقرب لا ما يطري لي واللي قال فيكم شي حاجة ولا شي حاجة يطلع اخواني الجمهور الكريم اسمحوا لي بزاف ونخليكم تفرجوا في المسرحية على خاطركم السلام عليكم ايوا شجع شدا جميل جدا ان تكون عندنا عادة نشوفوا مسرحية تري جولي جولي بو بو جولي وحدي كون بيانا بيه ستيكي مزيان ويديروا الميور بارفان ويجي يشوفوا مسرحية
نبداو الفكر ديالنا او نديوها في الخبز عند سرطو. لاحظت واحد القضيه في القاعه، هو حتى واحد ماكما حتى انا غادي نضامن معكم ما غاديش نكمل، حيت مراتي ما كتخلينيش نكمل حتى الدار. سي با غراف، خليه في البالكون ماشي مشكل. اللي لاحظت عاوتاني هو كان فاعلو ملي كتكون شي مسرحيه، واخا هادي ماشي مسرحيه، هادي واحد الواقعه وقعت. المسرحيه هي اللي غتجي من بعد، ولكن ما تبقاوش تهضروا ملي تكون المسرحيه خدام، لان انتم ما مكتوبينش. انا كندوي على اللي كيهضروه، ما مكتوبينش في المسرحيه، كتدخلوا الكلام ديالكم في المسرحيه ما عرفت علاش. خليت حتى الاخر، عجبتك المسرحيه صفق، ما عجبتكش ضربوا بمطيشه ديال الحكم. Bon, je me présente, l'inspecteur Tonner Mouftish Rada, célèbre, معروف مزيان في العالم بإسري. عيطوا عليا باش نخدم معاهم في الإف بي آي وفي لاسيا وفي الكاجي بي، ولكن ما بغيتش، فضلت نبقى مع خويا وخوتي هنايا. هذا واحد ماجور اعتقلتو، إيه كانت عدوك هيا هنا خرجنا لي اخرى هنا. بون، انا هنا باش نحافظ على النظام ديال القاعه وباش تدوز المسرحيه في احسن الظروف، ولهذا غادي نحاول ندير المهمه ديالي مع هاد الشخص هذا اللي دخل لهاد المسرح باش نخليكم تشوفوا المسرحيه على خاطركم. شكرا. الشاف هو بواك. هادو صغار عليا لأن داك اللي كان كيديرهم خرج له التريتي وعطاهم ليا. ولكن أنا جو بروفيت مرة مرة كنعطي المدام تصبن بهم. تشيك تشيك. سميتي انا سمشوا. سي سمشوا تيقولوا عليا في الدار سي كاع. سولتك اسميتك. ها اسمك؟ سميكا. هذه سميه هذه ايه ظاهر هذا خوينا هذا عزيز عليه المسلسلات المكسيكيه البرازيليه كتريقل عليا. فين دزتي؟ نعم سيدي. فين دزتي؟ أنا؟ إيه؟ دزت دارنا العماس. اسمع ولد دارهم. نعم. دقيتي عليا بزاف. راه عندي الصونيط. ياك؟ إيه. حل ودنك مزيان. أييه.
وما تنساش باللي راك مع اصحاب الوقت. ها اصحاب الوقت؟ ايه كلشي نعم زرت بحسابو ترى اصحاب الوقت ما درت بحسابهم. كون هاني احنا درنا بحسابك. الله يطول عمركم الله يجازيكم بخير. اسميت باك اين هو فيهم؟ هنا هو فيهم؟ راجل امك. لا نعمس ما دركتوش نعمس. اها. اي ما دركتوش. امك دركتيها؟ شوية. ومالك ولدي مستر بين نزلتي من السماء. واخا. ولكن عندك خوتك، عمامك، خوالك، غادي يكونوا عاودوا لك على باك. لا نعمس. أنا مقطوع. نعم؟ مقطوع. مقطوع؟ مقطوع نعمس. ولا مقطوع عطيه شي قارو. أنا ما تنكميش. أبون؟ إيه. ما كتكميش؟ ما تنكميش. واش ما كتكميش حيت ما كتكميش ولا ما كتكميش حيت ما عندكش باش تكمي؟ لا نعمس أنا ما تنكميش حيت ما تنكميش. كيف؟ كيف؟ سيدي سيدي وكيف؟ كيف؟ والله تتكيف. كيف؟ خويا خويا وكيف؟ كيف؟ والله تتكيف. كيف؟ سيدي سيدي وكيف؟ كيف؟ عاد خويا وكيف؟ سيدي حبيبي وكيف؟ كيف؟ كيف؟ سيدي كيف؟ خويا وكيف؟ كيف؟ الشاف عندك هذا نويشت مع راسو. واش عندك شي وثيقة كتثبت الهوية ديالك؟ لا نعمس ما عندي شيء. والو يا أمير. شهادة السكنة مثلا. نعم؟ شهادة السكنة. شهادة السكنة نعمس. وحدة اللي عندي خليتها في الدوسي اللي دفعت في الوزارة ديال الشغل بي بي. خليتها عندهم حيت هي اللي عندي. وخليتها صافي عندهم. وما كانش عندك شي وثيقة أخرى بحال مثلا شهادة الضعف، شهادة الاحتياج؟ شهادة الاحتياج. شهادة الاحتياج عرفتها. هذه كيفاش هذيك شهادة الاحتياج الشاب؟ مالها؟ دابا هذيك في المقاطعة بالمقدم والشيخ وبالقايد وما تقبضهاش. ياك؟ إيه طلعت في البورصة. داكور. بحال بغيت تقبض شي أكريمة ديال التاكسي. شنو دابا شهادة الاحتياج؟ هاي ما تنشدها غير سيدي مولاي. ياك؟ كيفاش دابا انا ماشي زين كدروك الا بغيتي شهادة الاحتياج؟ شحال خصك عاد يعطيوها عليك؟ طلعت شميتك؟ انا شميتك؟ انا ما شميتش حيت حيت الشاف انا مروح وغتروح معايا للكوميسارية ان شاء الله. وانا راه ما تنشم شيء. كرشك مالها؟ فيها لاجينا. لا نعمس ما عمرني قلت لاجينا ديما تناكل الخبز القاسح البيت. ياك؟ ايه نعمس والله. هي ما جلسه. جلسه سيدي سيدي وجلسه. 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 يا جلسه.
شتي العماس شتي دروكا هذا شهادة الاحتياج غير هضرنا عليها وشوف اش وقع وسحب ليلة البنا ياك انا قلت لكم جلسوه ماشي خبطوه لانه في اطار حقوق انسان خصنا نعاملوه كانسان وايضا في اطار حقوق الرفق بالحيوان وفي اطار المصالحه السياسيه وفي اطار التضامن مع الاطفال اليتامى والمرضى ومساعده المنكوبين وضحايا السلاسل والكوارث الطبيعيه خصنا نعاملوه كانسان ماشي حيت خايفين منك او لا خايفين يكتبوا علينا باللي احنا ماشي ولا يعني ولاد العدل والقانون او ما عندناش الانصاف وما عندناش يعني ها ولكن باش نبينوا ونبرهنوا للعالم بيسري باننا احنا ديموقراطيين سهل Ça s'écrit comme ça se prononce. Démocratie. Bhal li katmchi ande pharmacie katqoul atini chi phosphalogie. Si di rgin. Pi li si li. Chhal hadi lhaja fiha in. Stalin. عاود اش قلتي؟ نعم اش عاود اش قلتي؟ عاد طبقت ليا عاود اش قلتي؟ ستالين اشنو هذا شي فاني تكيك كشكش؟ لا شاف ستالين معروف في العالم كله شنو؟ قوي البات بون وقفوا ما كاينش ها وقفوا ما كايناش ما كايناش باعتباري انا المسؤول على هاد القاعة ومسؤول على كل ما كيجري في هاد القاعة وانا اللي كنسمح لاي مسرحيه كيف ما كانت باش تدوز في هذه القاعه لان انا هو المسؤول على التقرير ديال كل عمل فني ثقافي كما انني مسؤول على قهوي الليل والبارات والكونطوارات والحفاري ديال العيال العزيه انقرنو وباعتباري انا المسؤول من حقي انني نخلي هاد الناس يتفرجوا ويشوفوا المسرحيه كان بودي نعيط المافا تجي تتفرج معكم ولكن عرض عليها نسيتها لوستها دوزت شيخه ما عرف المهم شي حاجه بحال دونك من حقي كمسؤول انك تجاوبني بكل صدق باش نصوب البي في ديالي شدو حل فمك حل فمك وجاوب بكل صراحه اسمك سميتك باك اسميتك امك فين كتسكن شحال نتوما من واحد فين كاين المقر ديالكم علاش كتجتمعوا على هادشي علاش كتفرق المشاور البيضاء اشنو كاين في هذوك المشاور اشنو مكتوب في المشاور جاوبني وما تكذبش جاوب قول كلشي قول لي كاين جاوب قلت لك جاوب شهدت عليه تفلي على وجهي غير هادي يمشي فيها بخمس سنين الحكام راه تزاد فيها كاين هادشي ولا ما كاينش راه لاكارت ديالك تشهد انت الاول
ماشي مشكل، ما غاديش نقيد هذا الشيء اللي وقع في البيفي الا جاوبتيني بصراحه. غادي بون داكور. سمح لي الشيخ، هاد المشاور نعم، اشنو الميساج اللي فيهم؟ ها علاش كتفرق هاد المشاور؟ ويلهم علاش نفرقوا معي الناس باش يمسحوا دموعهم واحزانهم؟ العمس مشوار بيض واضح، رمز الامن والامان في هذا الوطن. ها هذا الوطن شنو هو؟ رمز الامن والامان في هذا الوطن. الوطن؟ ايه. انت اش بينكم وبين شي وطن؟ انا ها انا مواطن. انت شنو؟ مواطن. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. شتي انت؟ ايه راك يا الله موا. وفين مشى هذاك الشيء الاخر؟ باقي ما وصلتي للطين. الطين ان شاء الله هو اللي غندفنك فيه. مواطن، قول لي شنو كاين؟ علاش كتفرق هاد المشاور؟ تفرقهم على عباد الله يمسحوا احزانهم والدموع ديالهم، رمز الامن والامان في هذا الوطن وشعار للسلم والسلام في هذا العالم. هاد المسخوط الوالدين اش بينك وبين سي سلم انت؟ سلم؟ سلم في هذا العالم. ايه؟ واخا السلم في هذا العالم انا ما نخدمش. لا مشكلة معي السلم، واخا نتبعوك في رأيك. السلم في هذا العالم، فرضو مثلا تفضل المشكل ديال إسرائيل مع فلسطين وتصالحوا ما بقى لا ضرب لا جرح، ها؟ والأمريكان والدول الأخرى يعني خرجوا وغادروا العراق صافي وتصفات الأمور ما بقاش مشكل. الهند وباكستان فتاو مشكل ديال كشمير وزيد 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 وزيد. ايوا قناة الجزيرة تنش الدبان. مشيتي بعيد؟ ها مشيتي بعيد؟ العمس ما مشيت حتى فين، مالي حداك العمس ما مشيت فين. انت خطر. نعم انت خطر. لا انا ولا ادري واش نعمس. ما يا حد نعمس. دقوه انا مجاوب فيك. يا عاود دقوه. أيها الجمهور الكريم، نعتذر عن هذا التأخر أو التأخير الخارج عن إرادتنا. بعد قليل ستبدأ المسرحية.